السلام عليكم واهلا بكم يا جماعه. في الفيديو ده مختلف، ما فيهوش شغل تريكو ده. انا بس عايزه اعرض لكم واعمل ريفيو كده عن المنتجات اوريفلام اللي انا اشتريتها الشهر ده. انا عملت عضويه جديده في اوريفلام، اللي ما يعرفش واللي عارف اهو يتفرج على المنتجات اللي انا جبتها والاوردر الاول اللي انا جبته في الشهر اللي عدى ده، شهر 6. حاجات حلوة، أول مرة أنا أجرب وأشتري حاجات من أوريفلام. ده أول حاجة، ده سكراب أو غسول مقشر للجلد، أنا بغسل بيه بس. هو حلو قوي، طلع حلو جدا. وده قلم كحل أسود، ودي علبة بلاشر من كالر بوكس، والقلم الأسود ده زوان، والقلم التاني ده اللي هو بصوا لوني جزئين، جزء تركواز وجزء ازرق غامق شوية. ده هدية جه عشان يشيل الشحن. الشحن جالي لغاية البيت يا جماعة، والمفروض 53 جنيه لغاية البيت الشحن. جبت القلم ده هو تمنه 65، هشوف لكم السعر. ده شال الشحن، استفدت يعني بدل ما ادفع فلوس الشحن على الفاضي. جبت القلم الكحل ده للعينين. انا هبدأ واشرح لكم كمان اكتر عن الحاجات اللي جبتها دي. عايزة ابدأ واقول لكم ايه مميزات يا جماعة المنتجات بتاعت شركة اوريفلام. مميزاتها، لها مميزات كتيرة. اول حاجة، هي غالية شوية بس انت لو عاملة عضوية هيجيلك الكتالوج، وبيبقى فيه عروض في اوقات من الشهر، فانت هتشتري في وقت العروض، مش هتشتري بالاسعار اللي هي غالية. بيعملوا عروض في اوقات معينه، لازم تكوني عامله عضويه وعندك الكتالوج وبتعرفي ايه العرض الموجود وكده. فالسكراب ده طلع حلو جدا، هو بس حتى يعني تغسلي بيه بس مره واحده في الاسبوع، في نفس الوقت مناعم ومرطب، بحس ان كاني حطيت كريم بعد ما غسلت بيه. يشيل الجلد الميت واي بواقي عامله خشونه في البشره، بتبقى تلاقي بشرتك ناعمه جدا وفي نفس الوقت مش جافه. يعني انا كان عندي مقشر قبل كده، غسول ومقشر من جونسون، حلو جدا وكل حاجه، بس بحس ان البشره، بشره وشي بتبقى ناشفه بعد ما بغسل بيه، لكن ده بحس كاني بعدها حطيت كريم، مش محتاجه، حتى اعمل، ما اعملش جفاف للبشره زي ما قلت لكم. ده اهو زي ما انتم شايفين 100 مللي، حلو قوي، وكان عليه عرض برضو. لو عايزين تعرفوا الاسعار انا اسالوني في التعليقات، احط لكم الاسعار. قلم الكحل ده برضو من زوان، ده لو هنعمل بيه كده ناعم جدا. هو بس العيب الوحيد ان هو لازم تبريه وكده، في بيبقى ماتي، كان عايزه اشتري واحد بعد كده هتبريه رفيع، هو ناعم وبيثبت على العين. وحلو، ده ميزته. والقلم الهديه ده اللي شال الشحن برضو جميل جدا، هو عامل لكم براعي كده في اللون الفاتح ده، زي ما انتوا شايفين ناعم ناعم، بس عايز هو يتبري رفيع قوي. هو كان جاي بقى في الشحن عشان درجة الحرارة وكده، هي دي المشكلة. فكان حتى عشان هو ناعم وطري كان سايح في الغطا كده عشان الحر. والبلاش ده هو صغير بس هو كان عليه تخفيض برضو، جبته انا ب87 او 88 الا ربع بعد التخفيض، فده ناعم برضو جدا، هو زي ما انتوا شايفين. بس طبعا لازم تحط على البشرة بعد ما تكوني حاطه فاونديشن وكده عشان يبقى ثابت. ايه رأيكم في الاوردر ده؟ في اوردر تاني انا جبته، هعمل لكم، مش عارفة اعمله في الفيديو ده ولا اعمله في فيديو تاني. شامبوهات للشعر، شامبو وبلسم للشعر، واي منتجات على فكرة انا هجيبها، ممكن هبقى اصورها فيديو واعرفكم برضو للي ما عندهش خبرة وما جربتش منتجات اوريفلام. الميزة عايز اقول لكم برضو، ميزة منتجات اوريفلام ان هي مستوردة، فهتضمني يعني خامات كويسة، هو ده اللي شجعني. سألت بنات كتير قالوا لي احنا استخدمنا المنتجات دي من زمان بتاعت اوريفلام، هي ميزتها انها مستوردة مضمونة، يعني الخامة مضمونة، وكمان مصرح بيها من وزارة الصحة. يعني مثلا المنتج ده اللي هو المقشر ده، لو قريتي عليه هتلاقيه هو مستورد ميد ان بولند. لو قربنا هنا عليها بولندا. حاجات تانية في من الصين،
ولو تقري بقى يعني الأغلبية بيبقى من بولندا. هي شركة سويدية يا جماعة، شركة مستحضرات تجميل سويدية اللي ما يعرفش، شركة كبيرة طبعا، وفي عضوات طبعا في مصر كتير مشتركين. انت هتشوفوا على اليوتيوب، هتلاقي لو دورت هتلاقي فيديوهات كتير عن منتجات اوريفلام. ده كان فيديو بسيط، انا ممكن اعمل لكم فيديوهات تانية عن الحاجات اللي بعت اجيبها، وفي حاجات جت فعلا هوريها لكم. شامبو وبلسم جبته بس لسه ما جربتهوش يا جماعة، انا الحاجات دي هي اللي جربتها، فقلت اعمل فيديو اقول لكم. بس هي منتجاتها كلها غنية عن التعريف، كل اللي جربها بيقول جيدة جدا وحلوة قوي. مع السلامة بقى، نتقابل فيديو جديد ممكن يكون برضو تريكو او منتجات اوريفلام اللي انا عملت فيها عضوية جديدة. مع السلامة، نتقابل فيديو جديد قريب ان شاء الله.